عشية إفراج ديوان الحج والعمرة على دفتر الشروط الجديد الخاص بالوكالات السياحية، تناقلت هذه الأخيرة أنباء حول أعباء مالية جديدة تتعلق أساسا بالضمان والدمغة المدفوعة عن كل معتمر. التقرير لإكرام طيباوي. قبل ساعات من موعد سحبه، أصبح دفتر شروط ديوان الحج والعمرة هاجسا لدى وكالة السياحة والأسفار، خاصة وأن حديث الكواليس يدور حول أعباء جديدة يتحملها الوكيل السياحي. في الكواليس تقول باللي الضمان البنكي الخاص بالديوان الحج والعمرة 200 مليون. هذا غير معقول، احنا مدارين ضمان بنكي للوكيل السعودي. زيادة أخرى نحب أنه يعلمها الزبون تاعنا عبر جميع أنحاء الوطن، أنه يفهم باللي إلى خرج الثمن تاع 250 ألف اللي تهزوا الوكالة السياحية على كل معتمر تمدوا للديوان الحج والعمرة، هذه رايحة تترجع ليه سلبيا على السعر تاع العمرة للزبون. وباعتبارها شركا أساسيا، تطالب الوكالة السياحية إشراكها في ضبط دفتر الشروط وإعداده. المآخذ التي يمكن أخذها على صانعي دفتر الشروط الخاص بالعمرة هو عدم إشراك أهل الخبرة وأهل المعرفة التقنية العميقة ألا وهما الوكالة السياحية، ولو بصفة الاستشارة في تحضير وإعداد دفتر شروط. دوك هما يتعاملوا بقوانين الفوق، وكي نوصلوا للتيران ما يتابقش، خاطر ما كانش تنسيق. والتنسيق منين يجي؟ تجي لا تيوري، من بعد كاين لا براتيك. كي نديروهم نجمعوهم يخرجوا واحد الفايدة، وهذيك الفايدة تكون للجميع. إجراءات جديدة ينتظر أن يتضمنها دفتر الشروط يرفضها الوكلاء السياحيون، خاصة وأنها ستعود بالسلب على أسعار العمرة للموسم القادم.